حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم. موضوع جدا جميل ومستحيل ان احنا ما نتطرق المواضيع اللي تشهد تطور كبير، خصوصا انها صار هالتطور يعتمد على عامل الوقت. خلونا نتكلم عن وزارة الحج والعمرة واللي اطلقت خدمة جديدة تمكن المستفيدين من معرفة اوقات الذروة عند طلب تصريح اداء العمرة. للحديث اكثر معنا عبر الهاتف وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد. اهلا وسهلا فيك مهندس، حياك الله. يعني ما شاء الله الجهود في تقديم الخدمات قاعده تستمر وفي تطور سريع جدا. تكلمنا عن اضافه خدمه معرفه اوقات الذروه في حال طلب تصريح اداء العمره. حياكم الله جميعا ومساء الخير عليكم وعلى الساده طبعا في البداية خلينا نعرف احنا ليه دائما في وزارة الحج والعمرة بنطور الخدمات وبنستخدم التقنيات الحديثة في تجربة ضيف الرحمن. اليوم وزارة الحج والعمرة ماشي على مستهدفات ورؤية المملكة 2030 في تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن وتذليل أي عقبة قد تواجههم. الشيء الثاني أن الوزارة اليوم ضمن استراتيجيتها بتعمل على استخدام التقنية في تحسين تجربة ضيف الرحمن الرقمية. الشيء الأخير وهو صراحة فخر لنا جميعا كسعوديين أنه تطبيق أتمنى طورته وزارة الحج والعمرة خدم حتى الآن أكثر من 37 مليون مستفيد منذ إطلاق مراحل وموسم العمرة الآمنة. من هذا المنطلق دائما تطبيق أتمنى يكون في عليه تحديثات وتطويرات مستمرة عشان تواكب تطلعات ورغبات ضيوف الرحمن، سواء كانوا من داخل المملكة العربية السعودية من المواطنين المقيمين أو للقادمين من الخارج من مختلف أنواع التأشيرات. اليوم هذه الخاصية بتوضح وبتعطي صورة واقعية لوضع الحرم المكي الشريف والحرم النبوي الشريف عند التقدم بحيث سواء تصريح العمرة أو أداء الصلاة أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة. حطينا أربع نطاقات رئيسية بألوان مختلفة بتوضح وبتساعد في التخطيط، خصوصا أن احنا اليوم مقبلين على موسم إجازات بتتوازى مع زيادة أعداد المعتمرين وضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة. هذه الألوان لما أنا بطلب التصريح بيعطيني الصورة، بعرف فين أوقات الذروة، كيف توزيع الكثافات العددية على الفترات التشغيلية المتاحة على مدار 24 ساعة، وبالتالي يعطي ضيف الرحمن حرية القرار في اختيار الفترة التشغيلية أو الوقت المناسب اللي يرغب فيه في أداء مناسك العمرة أو الصلاة، وبيعطي له أيضا تصور عن وضع الحرم الواقعي في عملية الكثافات العددية. كل هذه الأمور طبعا بتساعد في زيادة تحسين التجربة وزيادة الروحانية وإثراء التجربة ضيف الرحمن، عشان يكون في نسبة رضا عالية عن الخدمات المقدمة من وزارة الحج والعمرة وكافة الجهات العاملة في منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين. طيب خلينا في فكرة الأربع ألوان وتصنيفها مهندس هشام. يعني الكثير، يعني أنا لما أدخل لتطبيق اعتمرنا حروح للأخضر مباشرة اللي هو أقل ازدحاما، حيرتفع مع الوقت بالاختيارات إلى اللون الأحمر، صح ولا لا؟ صحيح. وهذا هو الهدف، يعني حين نوضح شيء الأربعة كيف هتراقبون هذا الموضوع يعني عشان يكون في توازن؟ ممتاز. في مؤشرات قياس عندنا على الداشبورد دائما بتكون محدثة وعلى مدار الساعة. احنا اليوم عندنا أربع ألوان، لما نتكلم عن اللون الرمادي اللي هو غير متاح هذا بينقلك مباشرة إلى يوم تشغيل آخر عشان تختار التصريح. الألوان الباقي اللي هي الأخضر والأصفر والأحمر بتوضح نسبة الازدحام، لكن حتى في اللون الأحمر الازدحام بيكون ضمن الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات اللي ما زالت في صحيح في اليوم تخفيف في هذه الإجراءات الاحترازية، لكن احنا ماشيين بطاقة تشغيلية رفعناها لكن برضو بتحافظ على صحة وامن وسلامة ضيف الرحمة. فأنت اليوم عندك حرية الاختيار، لكن حتى في اللون الأحمر بتكون ضمن محددات ومؤشرات قياس وضعتها الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، فبيكون عندك حرية الاختيار، لكن في الأربع نطاقات هي ضمن محددات موضوعة وفي عمليات مؤشرات قياس. قصدي مهندس الكل حيروح للون الأخضر، أقصد حيروح للون الأخضر. تعب اللون الأخضر نقل إلى النطاق الأصفر، حيتنقل إلى النطاق الأحمر، وبالتالي إلى ابتلاء يوم التشغيل، وبالتالي يفتح لك الفترة التشغيلية الأخرى في اليوم الآخر. جميل. طيب مهندس، يعني لما نتكلم عن هالخدمة بالذات حيكون في توازن كبير في توزيع اللي طلبوا التصريح أو المستفيدين من هذه الخدمة، هل كذا عندكم قراءات مستقبلية أنه كيف حيكون تنظيم هذا الازدحام لما يكون
كل لون احمر، خصوصا انك ذكرت يعني انه حيكون في النطاق المقبول حتى لو لونه احمر. ممتاز، هذه برضو من ضمن اهم الاهداف الان احنا بنعمل عليها في الوزاره. لما نسوي توزيع امثل واستغلال امثل لكافه الفترات التشغيليه حينعكس ايجابا على جوده الخدمات المقدمه من ضيف الرحمن. احنا اليوم لما بنعمل على 3 محاور رئيسيه، بنشوف فين نقاط التحسين المستمر في رحله ضيف الرحمن، بنسوي استبيانات لقياس مدى الرضا سواء من الاستبيانات الالكترونيه او المقابلات المباشره، وبندرس عمليه السلوك وكيفيه تحفيز وتنشيط السلوك باستخدام نظريه الوكس او النتس ثيوري، وهي منهجيه عالميه الان بنستخدمها وزاره الحج والعمره. ايش المكتسبات من هذه 3 محاور؟ انه دائما نرفع نسبه رضا ضيوف الرحمن على الخدمات المقدمه لهم في الحرمين الشريفين، بنحقق التطلعات والرغبات، وبالتالي يكون عندنا عمره امنه وسهله. فعمليه الدراسه الدائمه والمراقبه الدائمه بتدينا نتائج ايجابيه وفرص تحسين مستمره عشان نعرف كيف نواكب الخدمات ونطورها عشان ضيف الرحمن يكون فعلا راضي ومطمئن وعنده فعلا تجربه ثريه مستهدفات الرؤيه وفي اجواء روحانيه عند ادائه لاحد المناسب. ممتاز. انا بدايه ادخل على تطبيق اعتمرنا، صح ولا لا مهندس هشام؟ صحيح. حيبين لي الاسبوع الجاي او لمده شهر او شهرين للامام؟ حيود الى الان بدي لك الى 3 اشهر مختلفه. ممتاز. عمليه تخطيط مسبق للرحله. وهذه الخدمه طوال السنه او فقط في اوقات الاجازات والذروه؟ لا ان شاء الله هذه الخدمه حتكون مستمره على مدار العام، بالاضافه ان شاء الله للخدمات اخرى حتطلق قريبا باذن الله. ممتاز. الله يعطيك العافية مهندس هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين. دائما وزارة الحج والعمرة صراحة يفاجئونا بالتطوير والخدمات اللي قاعدين نشوفها أول بأول، يعني وصلوا ما شاء الله تبارك الله. ذكرناها أنا عبد العزيز كذا موضوع، خطوات متسارعة، كذا تطور يعني على عامل الوقت. يعني لما أنت توصل أنك تخدم على عامل الوقت معناته أنت وصلت مرحلة جدا عالية من تسهيل الخدمات. وبنروح للبراد، وبنروح للأجواء الجميلة والزينة. وين بنروح عبد العزيز؟ نروح لزميلنا ظافر البكري. طبعا أنا شفت ظافر قبل ما يطلع على الهواء مشتي مضبوط يعني. ورونا ظافر بالله. والضباب وراه، خلينا نشوف ظافر. يا سلام عليك يا ظافر. مشتي مظبوط. درجة الحرارة يبدو لي عندكم 18-17 الكبرى في النماص، والصغرى يمكن تقريبا 10. احنا راح نتكلم اليوم مع زميلنا ظافر عن المشتى، المشتى اللي هو المجاردة، الناس ينزلون من النماص لأن درجات الحرارة منخفضة إلى المشتى، في المشتى على وزن مصيف. فيدفون تحت يعني في المجاردة. حياك الله يا ظافر. الله يحييكم ويسعد مساكم جميعا اخوي عبد العزيز نهى. طبعا رحله المشتى ودي انتم تجربونها وتعيشونها، تجربه البرد والضباب كما تشاهدون خلفي الان، وكذلك المكشات، وانتم من الناس اللي يحبون المكشات وتعيشون شبه الضوء والحياه اليوميه. طبعا درجه الحراره كما ذكرت عبد العزيز صحيح من 16-17، وبعض الاحيان تصل في الفجر الى 8 و6 درجات مئويه. رحله الشتاء رحله او قصه جميله يعني كل يخوضها طبعا، والنماص وشمال منطقه عسير عموما تعيش هذه الفترة فترة البرودة، ودرجات الحرارة تكون منخفضة، والناس تتجه من للدفء، وأيضا تبحث عن الاعتدال الأجواء. للحديث أكثر عن هذه الرحلة وعن هذه القصة الجميلة، يسعدنا أن ينضم إلي الأستاذ عبد الرحمن سعيد الشهري، آسف سعيد عبد الرحمن الشهري، مواطن من سكان النماص، ليحدثنا عن قصة الآباء والأجداد في ذلك الوقت. أهلا أستاذ سعيد، حياك الله. الله يحييكم، أهلا وسهلا. وأولا الحمد لله ونشكر على هذه الأجواء الجميلة الرائعة. كما تشاهدون الآن هذا الضباب وهذا الجمال هو يعتبر من الأشياء المميزة الحقيقة في النماص، ومن الأشياء اللي يعني تضيف لأجواء النماص أجواء مختلفة، فيها يعني أجواء ندية ورطبة، ويعني سهل جدا في مثل هذه الأجواء الجميلة تستمتع بها كما تشاهد. لكن يبقى فترة الانتقال أيضا إذا اشتد البرد هنا وصار فيه يعني زيادة في مستوى البرد، أصبح عندنا خيارات سهلة جدا من فضل الله سبحانه وتعالى، ممكن ننتقل في دقائق معدودة إلى أجواء جدا دافئة ومعتدلة ورائعة، ممكن تقضي فيها يوم واليومين والثلاثة. وهذه من الأشياء الحقيقة اللي تميز النماص ولله الحمد. طيب
الآباء والأجداد في السابق كانوا ينتقلون بوسائل معدودة وبسيطة، إيش كيف كانت؟ ودي لو توصف لي رحلتهم. زمان يعني أباءنا وأجدادنا من أهالي المنطقة كانوا حقيقة يعني اضطرتهم الحاجة في وقات البرد انتقلون يعني إلى مناطق يسمونها الصدر. الصدر هذه تعتبر في المناطق اللي من جهة الغربية في أسفل المناطق اللي من جهة تهامة، ويتعتبر أجواء معتدلة وجميلة، وكانوا ينتقلون بأغنامهم وحلالهم وأهاليهم أيضا، والآن إلى الآن آثارهم لازالت موجودة، وكان في طرق يعرفونها أيضا من سبقونا من الشيبان، ويعرفون مساراتها سواء في شعف النماص وشعف بني بكر. أشعاف القرى هذه كلها تعتبر مسارات ينطلق منها الناس زمان بحلالهم وبأهاليهم وبكل ما يعني يحتاجون في فترة الشتاء، ينتقلون إلى الأجواء دافئة. وأيضا هناك تكون المناطق فيها مناطق راعي وفيها مناطق يعني يأنسون فيها أوقات البرد إلى أن ينتهي موسم ينتهي موسم البرد في السرة، ويعادون العودة مرة ثانية مع بداية الصيف إلى النماص. شكرا أبو عبد الرحمن على هذا التوضيح. وكما تعلم عبد العزيز نهى، أجواء عسير عموما تتميز أيضا في الصيف والشتاء، وهي المنطقة الوحيدة أيها الباحة اللي يكون فيها رحلتين. طبعا أجواءنا كما تشاهدون شدة برودة. أعاود مرة أخرى أقول لك عبد العزيز نهى، أبغاكم تعيشون التجربة هنا في النماص مع البرد وشبة الضوء، وأنتظركم إن شاء الله في العاجل القريب. والله يا ظافر لا تطلع من المكان اللي انت ماخذ حقك منه، انبسط قد ما تقدر، تغدى، شرب الشاهي، تمشى، سو اي شيء في خاطرك فيه، لا تفوت الاجواء اللي انت فيها ما شاء الله صراحه. ظافر ما ناخذ من وقتك كثير، انبسط. طبعا احنا طالعين فاصل، لسه الاشياء الجميله بعد الفاصل، لا تروحون، نشوفكم.